غازية، طاقة اسمك رقم 6، طبعه مائي. السورة القرآنية المناسبة لك هي سورة المسد. أنت إنسانة ذكية، محبة للوحدة، تميلين للاستقلالية بذاتك، سخية وكريمة، غامضة، فضولية، قليلة الحظ عاطفياً، حساسة وطيبة القلب، جدية ومتقنة وماهرة في أعمالك، حادة الطبع وقاسية وشرسة عند الغضب، ذات حس فني، فنانة وموهوبة، وتميلين للأعمال الفنية. تملكين العناصر الأربعة في اسمك، مما يجعلك تتحملين عدة ظروف صعبة وتواجهين بعض المشاكل والخلافات والنحوسات والعراقيل في حياتك العملية والزوجية. لديك روحانية عالية، تواجهك أزمة صحية، تعترضك عدة فراقات صعبة تجعلك غير مستقرة عاطفياً. أنت إنسانة عنيدة، متشبثة بآرائك ومتمسكة بقراراتك، وهذا قد يسبب لك الكثير من المشاكل. محظوظة مادياً، تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة مليئة بالوفرة والرخاء المادي. والله أعلم، والله الموفق.